اتفضل استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، اسمحوا لي أن أرحب بكم ضيفاً عزيزاً مرتين. المرة الأولى كأول رئيس لفخامتكم في زيارة مصر، ومرة تانية لأن فيه لم يزورنا رئيس لألمانيا على مدى 25 عام. برحب بفخامتك في أول زيارة لمصر وكرئيس لجمهورية ألمانيا، أنتم الوفد المرافق لكم. الحقيقة الزيارة تمثل إضافة كبيرة ومهمة قوي لمسار العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والشعبين الصديقين. فخامة الرئيس، نحن تحدثنا أن احنا في مصر نقدر الشراكة وحريصين عليها وعلى تعزيز التعاون مع بلدكم احتراماً لدولة ألمانيا وللشخصية الألمانية اللي احنا بنعتز بيها وبنقدرها، وبنعتز ان انتم احد اهم اكبر الشركاء لينا في مصر. والحقيقة انا معظم المشروعات اللي احنا خلال السنوات اللي فاتت ديت كانت بمشاركة لشركات ألمانية مقدرة في مشروعات كبيرة زي مشروعات الطاقة ومشروعات النقل، وكان إسهام الشركات إسهام كبير ورائع ومقدر جدا من جانبنا. الحقيقة المشروعات القومية ديت كان ليها تأثير كبير جدا على في البنية الأساسية في مصر. وأنا عارف إن هيبقى في وفد من الشركات ديت، واسمحوا لي إن أنا أرحب بهذا الوفد، وأنا حريص على أن ألتقي بيه وأشكره على كل ما فعلوه خلال عمله في المشروعات اللي تمت في مصر خلال الفترة اللي فاتت. اسمحوا لي إن احنا خلال حديثنا مع فخامة الرئيس ناقشنا باستفاضة كثير من القضايا على المستوى الثنائي وعلى المستوى الإقليمي. على المستوى الثنائي احنا كنا بنتكلم على إن مهم أوي إن احنا نستمر في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، ويمكن تشكيل آلية أو بناء آلية أو إيجاد آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بقيادة أو تحت إشراف وزيري الخارجية هيبقى إضافة كبيرة جدا في هذا الإطار. ثم تحدثنا أيضا على التعاون في مجالات مختلفة زي التعليم وبناء القدرات بين البلدين، وده أمر إحنا بنقدره وبنرحب بيه ومستعدين يعني نتحرك مع شركائنا في ألمانيا إلى أكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس، لأن إحنا محتاجين ده هنا في مصر. أنا هنا يهمني إن أنا أقول إن إحنا بنرحب بالشركات الألمانية للتعاون والاستثمار في مصر، وبأكد لهم إن مهم أوي إن أنتوا تبقوا متأكدين إن إحنا استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جدا، وده التزام وأنا بأكده أمام إحنا تحدثنا فيه أثناء يعني نقاشنا الثنائي وحتى على مستوى الموسع، ولكن أنا بسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي إن إحنا بنسجل أولا التزامنا بحماية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الألمانية، وأيضا المستحقات للشركات الألمانية وضعا في الاعتبار، وده أمر أنا تحدثت فيه مع فخامة الرئيس وبتحدث معكم فيه، لأنه مهم قوي إن كمان الناس تعرف إن إحنا على مدى 4 سنين تعرضت مصر لأزمات ضخمة جدا جدا هي ملهاش دخل فيها، هي ما كانتش سبب فيها، ابتداء من أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة اللي موجودة حاليا بقالنا تقريبا داخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة. حدودنا ال3، أنا بس ده كان حوار تم يعني نقاشه مع فخامة الرئيس ومع الوفدين، لكن بقوله في المؤتمر الصحفي إن على حدودنا ال3 سواء كان على الاتجاه الجنوبي مع السودان أو الغرب مع ليبيا أو حتى دلوقتي مع إسرائيل وقطاع غزة، الحقيقة غير مستقرة وليها تداعيات كبيرة جدا، واتكلمنا إن دي كان ليها تأثير على خلال ال 10 12 سنه اللي فاتوا وصل حجم احنا ما بنقولش عليهم لاجئين وما بيعيشوش عندنا في معسكرات، احنا عندنا تقريبا اكتر من 9 مليون من الضيوف اللي نزحوا الى مصر نتيجه الازمات اللي موجوده في بلادهم، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، في السودان، في جنوب السودان، من دول كثيره جدا. لكن المهم ايضا ان مصر كانت حريصه ان هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش في مركب هجره غير شرعيه واحد خرج من مصر في اتجاه اوروبا، احتراما ومن منظور انساني واخلاقي ان احنا ما نسمحش ان الناس ديت تترمي في البحر، وايضا ان احنا نكون سبب في المساس بامن واستقرار شركائنا في اوروبا. احنا تكلمنا باستفاضه كبيره جدا عن الاوضاع في غزه واهميه الوصول الى وقف لاطلاق النار وايجاد آلية لادخال مزيد من المساعدات للقطاع، وايضا اطلاق سراح اللاجئين، وايضا ما بعد الحرب. وانا بقول هنا يعني في المؤتمر الصحفي ده ان مهم جدا جدا ان اوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الامر خلال هذه المرحله من اجل يعني تشجيع الاطراف او الضغط على الاطراف. احنا من جانبنا في مصر بنبقى حريصين قوي ان احنا نقوم بدور ايجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديدا، طبعا بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحده الامريكيه، لكن مهم ايضا ان اوروبا ليها الثقه الكبير جدا جدا، ومهم قوي ان هي خلال هذه المرحله المهمه ان يبقى في قوه دفع اضافيه حتى نستطيع ان نصل الى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناه الفلسطينيين في قطاع غزه. وانا بسجل مره ثانيه هنا فوق عن 40,000 تم سقطوا في هذا الصراع، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100,000 مصاب، علاوة على أن القطاع بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين. ده أمر خطير جدا جدا، وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جدا على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنين طويلة. كان ليها تأثير كبير قوي لأنها الحقيقة ده كان يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعلى مرمى ومسمع مننا كلنا، وما قدرناش نعمل حاجة. مرة تانية تحدثنا أيضا على بعض الموضوعات الخاصة بأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة في دول زي السودان وزي ليبيا وبقية الدول، حتى يعني حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع، وأيضا إن لا تنزلق المنطقة لاضطراب أكتر من كده أو يتسع الصراع فيها أكتر من كده في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره. أختم كلامي إن إحنا تحدثنا أيضا على موضوع مهم جدا إحنا بنضع في أولوياتنا، هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع أثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وبقول إن إحنا أكتر من 10 سنوات وإحنا يعني بنحاول نصل إلى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدولية للمياه العابرة أو الأنهار العابرة للحدود. وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح إن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله آلاف السنين بيتحرك بلا عوائق. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس وبالوفد المرافق ليك، وسعيد بوجودك معانا في مصر، وأيضا أنا سعيد بشخصيتك الرائعة والساحرة اللي دايما منذ التقينا في برلين وأنا بسعد بيها. بشكرك وبرحب بيك مرة تانية وتفضل. Ja, verehrter Herr Präsident, ich darf mich ganz herzlich bedanken für eine Einladung. على حسن وحفاوة الاستقبال وعلى دعوتكم التي دعتوني لأي كان أتوجه إلى مصر لزيارتها. يرافقني معي وفد ألماني رفيع المستوى اقتصادي، وأنا أشكر سيادتكم على هذه الدعوة. وأنا أتيت إلى مصر وأنا ألبي هذا الطلب، وأن هذه زيارة مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، لا سيما أن آخر زيارة قام بها رئيس الاتحاد الألماني إلى مصر كانت منذ أقرب من 25 عاما بمعايير الحضارة المصرية العريقة. فإن هذه المدة تعد كأنها برهة زمنية قصيرة، إنما بآفاق السياسة الخارجية التي يحدث فيها أشياء كثيرة. فإن تلك الزيارة تبدو هذه المدة 25 سنة كأنها دهر مضى. وهذا بكلمات أخرى سبب من الأسباب التي تجعلني سعيدا بوجودي هذا اليوم، وأن أتمكن من تبادل وجهات نظر مع سيادتكم. وهناك أسباب أخرى تدعوني للسعادة، وهي أنكم تتيحون لي الفرصة أن أشكر فخامتكم، أشكر لكم دوركم الذين تقومون به والتي تقوم به مصر في البحث عن إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط. وسوف أقوم برجوع إلى هذه النقطة مرة أخرى في خلال كلماتي، ولكن اتيحوا لي الفرصة أن أتحدث عن علاقتنا الثنائية. لا أريد أن أتحدث عن علاقتنا القديمة جدا، ولكن علاقتنا التي تربط بين مصر وألمانيا ترجع إلى مئات السنين. إن الشحر الذي تكون لألمانيا على الألمان هو كان ولا يزال كبير جدا، والانبهار بها. إن العلاقات التي تربط بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ومصر تعود إلى أكثر من 70 عاما. هذه العلاقات الثنائية يمكن أن نقول أنها تاريخية، وهي تقوم على الثقة المتبادلة والتنوع. من خلال كلماتكم التي قلتها في لقائنا أن كلمة صنع في ألمانيا جملة لها مكانة عالية جدا. إن التعليم الألماني يتمتع بمكانة عالية جدا أيضا في مجال التعليم والعلوم، وفي مجالات السياسة الخارجية نشارك ذات المصالح. فخامة الرئيس السيسي وأنا تبادلنا اليوم وجهات النظر حول فرص تعزيز أواصر التعامل فيما بيننا في هذه المجالات. في أول نقطة في مجال التعليم، إنه من دواعي سروري أن التعاون بين بلدينا في مجال التعليم جيدا جدا. فيوجد هنا 7 مدارس ألمانية معتمدة بالخارج، و29 مدرسة شريكة أخرى يتم فيها تدريس اللغة الألمانية. يوجد جامعتان ألمانيتان، ألمانية مصرية، وهذا يجعلني أشعر بالسعادة وأيضا بالفخر أن المؤسسات التعليمية الألمانية تتمتع بسمعة ممتازة، لا سيما المدرسة الألمانية سان شارل برومي بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة. هذا اليوم أول موعد لي كان في مدرسة الألمانية سان شارل برومي، وتمكنت من أن أرى هذا بنفسي، أن أرى مستوى التعليم العالي، وكان له أثر طيب على نفسي. أعجبت بالثقة بالنفس والانفتاح والرغبة في المعرفة وحب الحوار الذي استطعت أنا وجزء من وفدي أن نراه بين الطالبات. أنا سعيد أيضا بأن أعداد المصريين والمصريات ممن يقررون تعلم اللغة الألمانية في ازدياد. ففي السنوات ال5 الماضية تضاعف عدد تقريبا ليصل إلى حوالي 420 ألف متعلم للغة الألمانية. وأود أن أذكر أيضا المشروع الذي تدعمونه شخصيا، وهو بناء 100 مدرسة ألمانية مصرية، وأنا أعلم أنكم تدعمونه فخامتكم شخصيا. لدينا 7 مدارس ألمانية، ينقصنا الآن بناء 93 مدرسة أخرى. في إطار زيارتي سوف يتم توقيع اتفاقية التعليم العالي، وهي بمثابة إشارة أخرى على التعاون الجيد فيما بيننا، إن التعليم العالي والتعليم الفني يتعين أن نتوسع فيه وتقوية أواصره لتقويته في مصلحة البلدين. إلى جانب العلم والتعليم نلقي نظرة على العلاقات الاقتصادية بين بلدينا. يوجد حوالي ما يقرب من 250 شركة ألمانية تعمل في ألمانيا، تعمل بشكل متميز، وأتمنى أن نقوي أواصر التجارة والاستثمارات فيما بيننا وأن نتوسع فيها كذلك. إن الوفد رجال أعمال المرافق لي رفيع المستوى، وهو هذا الأمر دليل على الرغبة الألمانية في ذلك. سيادة الرئيس، نحن فخورون أيضا بأن شركة ألمانية تقوم ببناء خطط حديدية طويلة بين السويس، قناة السويس والإسكندرية والقاهرة، وتحديث الخطوط السكك الحديدية من خلال شركة سيمنز، وهذا الأمر هو في الحقيقة مشروع رائد، مشروع ضخم لمصر، رائع ورائد، هو جيد جدا لمصر ولكن أيضا لألمانيا. من المتوقع أو المخطط له إنشاء 2000 كيلومتر من السكك الحديدية، ولكن هذه فقط السكك الحديدية، ولكن إلى جانب السرعة التي سوف تتيح لها هذه القطارات وفي نقل الأشخاص والبضائع هو الجزء الخاص بالبيئة، لأنها هذه القطارات سوف تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 70%. هناك أيضا تطور في اتفاق آخر لتوقيع اتفاقية أخرى تتعلق بتشغيل السكك الحديدية من خلال شركة دويتش بان وتدريب سائقي القطارات للسوق الألماني والمصري، وهذا نموذجا رائعا للتعاون في مجال العمالة الفنية بين بلدينا. وقد تحدثنا بالإضافة إلى تدريب قائدي السيارات أيضا كيف يمكن أن نقوي أواصر التعاون فيما بيننا في مهن أخرى. لا يجب أيضا أن ننسى التعاون فيما بيننا فيما يتعلق بالتعاون الثقافي. إن المعهد الألماني للآثار والعديد من الجامعات والعلماء يبحثون منذ عقود طويلة في مجال التراث الفرعوني ولكن أيضا في الحضارة المصرية القديمة، ومهتمون بالعصر العثماني، وساهمون في خلال الحفريات والمشاريع البحثية وترميم المباني في كسب والحفاظ على المعرفة والحضارة. لقد كان علماء ألمان من تعاونوا مع باحثين مصريين في اكتشاف حجرة بالهرم لم تكن قد تم اكتشافها بالقبل، واستطاعوا من خلال أدوات الرقمية من فك رموز ورق البردي. أنا سعيد جدا بالنجاح العلمي والتعاون، ولكن أيضا أن هذا النجاح العلمي سوف يكون دافع إلى آخر للتعاون الوثيق أيضا في مجال العلم بين بلدينا. فخامة الرئيس، قبل سنتين قمتم في برلين في أثناء زيارتكم بدعوتي لزيارة مصر كي أكون بنفسي صورة عن مصر وأن أسمع عن الحوار الوطني الذي بدأتموه سيادتكم يتم استكماله، وقد قلتم أطلعتوني على التطورات التي بذلتم فيها جهدا كبيرا والإصلاحات، ونحن نستغل هذه اللقاءات التي نقوم بها مع ممثلي السياسة والمجتمع الاقتصادي. لقد كان لنا لقاء مع ممثلين وممثلات عن المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، ولقد نشأ لدي انطباع أن لهذا البلد مجتمع مدني شجاع، واثقين من أنفسهم وطموحون، يريدون لأنفسهم ولوطنهم الأفضل. وفي هذا الإطار أتمنى لمصر أن يتطور الوطن وأن يتشارك جميع المصريين والمصريات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنا على يقين أن بلدكم سوف يستفيد بهذا الأمر بشكل جيد أيضا، وتستفيد أيضا علاقتنا المتبادلة. موضوع مهم آخر سيادة الرئيس لقد ذكرتموهم في كلماتكم أيضا، وهو بالطبع الوضع الراهن في في الجوار المباشر لكم في الشرق الأوسط. إن الجماعة الإرهابية حماس كان قامت في السابع من أكتوبر بالهجمات التي شنتها، أتت بالعنف، ويترتب على ذلك أن الناس في غزة يعانون وهم ينتظرون أخبار عن الأسرى الإسرائيليين، وهم شهود على الدمار الذي حدث وعلى الأزمة الإنسانية التي حدثت. إن الحرب في غزة قد طال، وأن هذه المعاناة والموت يتعين أن يكون له نهاية. نود نهاية لهذه الحرب، نتود أن يكون هناك توافق، ولكن الطريق إلى هناك هو طريق صعب. هو يمكن أن نصل إليه مما يسمى بخطة بايدن ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأود الإشارة أن من بين الأسرى يوجد أسرى ألماني الجنسية، ولذلك نحن نهتم ونحث على الإفراج عن الأسرى وعيادتهم إلى أسرهم، وأن يكون لهذا الأمر أولوية قصوى. لقد اتفقنا سيادة الرئيس أن وقف إطلاق النار في إسرائيل يتعين أن نتوصل إليه، وأن نتوصل إليه والأسرى ما زالوا على قيد الحياة، وأن يتمكنوا من العودة إلى أسرهم. وإن وقف إطلاق النار، وهذه قناعتي، هو الذي سوف نصل به إلى وقف التصعيد، وأن من امتداد الصراع على المستوى الإقليمي. ومن هذا فقط، هذا الطريق فقط هو الذي سوف نصل به إلى السلام. كل طرف له تأثير على الدولتين، يتعين أن يستخدم قوته في التأثير، وهذا ما تقوم به دولتي. وأنا أعلم أن مصر تقوم بدور مهم جدا على وجه الخصوص، وهذا الدور الذي تقوم به مصر نحن ممتنون له. نحن ممتنون لفخامتكم للجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس. أنا أعلم ونرى ذلك في ألمانيا كل يوم في المساء في التلفزيون، أن معاناة الناس في غزة لا يمكن وصفها. في الأسابيع الماضية دعوت متطوعين كانوا في غزة في إيصال المساعدات الإنسانية إليهم، وهم نقلوا إلي الوضع الصعب الذي هو موجود الآن في غزة. أنا على يقين أنكم تعلمون أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مانحة على المستوى الدولي للمساعدات الإنسانية لغزة والأراضي الفلسطينية، وقد قمنا منذ عام 2023 بزيادة المساعدات أكثر من 3 أضعاف. هذه المساعدات ما كانت لتصل دون دعم مصر. إن مصر كما قلتم فخامتكم تقوم بدور محوري في إيصال المساعدات الإنسانية، وهذا الأمر يستحق تقديرا كبيرا، وأشكركم على ذلك كثيرا. إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وفي هذا التحليل نحن متفقون كذلك، ونحن متفقون بأنه يتعين تغيير هذا الوضع، وسوف يتغير فقط من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار. إذا تكلمنا عن وقف إطلاق النار وإخراج الأسرى، فإننا نتحدث عن اليوم الذي يلي هذه الحرب. على المدى البعيد يتعين أن يكون هناك الأمن والسلام في المنطقة للتوصل إلى حل الدولتين. فخامة الرئيس، في موضوع آخر نرى أيضا مصالح مشتركة فيما بين مصر وألمانيا، وهو الأمن البحري في البحر الأحمر. نحن نعلم ما هي الأضرار الاقتصادية التي تترتب على ما يفعله الحوثيين لمصر، وأنني أريد أن أقول لسيادتكم أننا إلى جانب الآثار السلبية لهجمات الحوثي، فإننا مهتمون جدا بأن يكون هناك أمن في خطوط الملاحة الدولية، وأن قناة السويس مهم جدا لنا، فهو قناة السويس بمثابة شريان الحياة لنا ولأوروبا بالكامل. إنني أعتقد أننا علينا أن الشركاء الغربيين والعرب أن نتوافق أننا لن نسمح أن تقوم أطراف مسلحة لا تنتمي إلى أي دولة أن تقوم بتقويض مصالحنا، وهذا سبب أيضا مشاركة ألمانيا في مهمة أسبيدس. في النهاية، فخامة الرئيس، في لقائنا اليوم تبحثنا بشكل طويل، أننا تحدثنا أيضا على التطورات في الجوار المباشر لمصر، في ليبيا وفي السودان. نحن نعلم أن مصر، ذكرتم أن في مصر 9 ملايين لاجئ، وأن مصر تحمل عبء كبير من استقبالهم لهؤلاء اللاجئين، ونحن شاكرون وممتنون لفخامتكم لأنكم تتحملون هذا العبء. وفي مجال التعاون الدولي والدور المجتمع المدني، المجتمع الدولي عليه أن يسهم في إنهاء هذه الحروب، وإنهاء الحروب أيضا في السودان، والتوصل إلى نزع فتيل التوتر، وأن يكون هناك سلام في هذه المنطقة. فخامة الرئيس، هذا العرض الموجز من الممكن أن نضيف عليه كثيرا، ولكن العرض الموجز يوضح أولا أن الأوقات التي نعيش فيها هي عصيبة، وأن الأزمات متعددة، ولكن ثالثا وهو ما هو المهم، أننا نحن نعتمد على دور مصر، وهو دور مهم جدا في المنطقة، ونحن ممتنون ونقدر التعاون بين بلدينا والحوار الصريح الذي أجريناه في برلين واليوم في القاهرة. فخامة الرئيس، أتوجه إليكم مرة أخرى بالشكر على حسن وحفاوة الاستقبال. تابعنا مع حضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك عقب جلسة مباحثات مشتركة بقصر الاتحادية. خلال كلمته رحب السيد الرئيس بزيارة الرئيس الألماني التي تعد الأولى لرئيس ألماني منذ 25 مؤكدا حرصه على توطيد هذه الشراكة والتعاون مع ألمانيا. كما أشاد أيضا الرئيس السيسي بإسهام الشركات الألمانية في مصر. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت التعاون في العديد من المجالات أبرزها التعليم وبناء القدرات بين البلدين، مرحبا كذلك بالشركات الألمانية واستثماراتها في مصر، ومشددا على حرص مصر على حماية الاستثمارات. من جانبه أكد الرئيس الألماني أن هذه الزيارة هي مهمة للغاية على المستوى الشخصي لكونها الأولى لرئيس ألماني منذ 25 عاما. كما أعرب الرئيس الألماني أيضا عن تقديره البالغ لجهود مصر في محاولة التوصل لإنهاء الأزمات في المنطقة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. شدد الرئيس الألماني على حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات لا سيما التعليم، معربا عن سعادته بالسمعة الطيبة الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات التعليمية الألمانية في مصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر الاتحادية. بدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عاما. أيضا وإذا ما تحدثنا عن العلاقات القوية الثنائية المصرية الألمانية، فهناك بالفعل تعاون دبلوماسي واقتصادي على أعلى مستوى انتهجته مصر مع جميع الدول الشقيقة وأيضا الصديقة، تعاون قائم على تبادل المصالح المشتركة للطرفين. وتأتي ألمانيا على رأس هذه الدول التي حرصت مصر على توثيق وتعميق علاقاتها معها، وخصوصا في العقد الأخير. علاقات راسخة تجمع مصر وألمانيا على المستويات كافة، وخصوصا المستوى السياسي بين قيادتي البلدين إزاء ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والعالم. التنسيق بين القيادتين المصرية والألمانية يتعلق بالأساس بسبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي وملفات دعم التجارة والاستثمار وتوطين الصناعة وتحفيز دور القطاع الخاص بين البلدين، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين. أما عن قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط فتنال اهتماما كبيرا من جانب زعيمي البلدين، وفي هذا الإطار تأتي الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس، وكان آخرها الاتصال الذي جرى نهاية الشهر الماضي وتناول التطورات في الأراضي المحتلة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد الزعيمان خلال المكالمة على أهمية التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلى أهمية كسر دوامة العنف بالمنطقة. وتتوافق القاهرة وبرلين على رفض بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، كما يدينان عنف المستوطنين المتطرفين وأي محاولات لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. المستشار الألماني شولتس كان حريصا على تهنئة الرئيس السيسي بتوليه رئاسة مصر لفترة جديدة، وخلال تهنئته أكد شولتس أن ألمانيا ومصر ستواصلان العمل معا بنجاح وبروح الشراكة في المستقبل. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بالعديد من المجالات السياسية والاقتصادية، وترسيخ سبل التعاون مع مجتمع الأعمال الألماني وجذب الاستثمارات وإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات وتدشين اتفاقيات جديدة لمضاعفة الدعم الألماني للتعليم الفني والأساسي بمصر وإنشاء تحالف بين وزارة التعليم العالي والجامعات التطبيقية الألمانية، والتعاون الملحوظ في مكافحة الإرهاب وتوحيد المواقف إزاء العديد من الأزمات الدولية. وفي ظل التقارب الكبير بين القيادة السياسية في البلدين، تحولت ألمانيا إلى شريك ناجح لمصر في العديد من المشروعات التي تبنتها الدولة من مشروعات قومية ضخمة كانت لها المردود الإيجابي والكبير على المواطن المصري. وتعد مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في الشرق الأوسط، كما تعد ألمانيا بالنسبة لمصر واحدة من أهم الدول الأوروبية التي تحرص القاهرة على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني هناك الكثير من الملفات التي تابعناها وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الرئيس الألماني. قراءتك لأبرز هذه الملفات التي تحدثت بشكل أساسي عن العلاقات الثنائية المصرية الألمانية وأيضا الكثير من القضايا الخاصة بالتوترات في المنطقة بشكل كامل؟ في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا هي في البداية طبعا هي زيارة مهمة جدا من الرئيس الألماني إلى القاهرة، وفي توقيت أيضا في غاية الأهمية وغاية الصعوبة كما نعلم. طبعا من أهم الملفات طبعا كما جاء في المؤتمر الصحفي هو ملف ما يحدث في قطاع غزة والدور المصري والدور الألماني خلال المرحلة الماضية من أجل تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل سريع ووقف فوري للعمليات العسكرية، وهو ده اللي بتأكد عليه الدولة المصرية منذ اليوم الأول، الوقف الفوري للعمليات العسكرية ودخول أكبر قدر من المساعدات وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحل القضية بإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 67، ودي أهم نقطة. نعم. طبعا احنا عارفين ان من يوم 7 اكتوبر حتى الان كان في دور مهم جدا للدولة المصرية في تغيير المفاهيم الدولية. صحيح. وكان في لقاء مهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني في شهر اكتوبر الماضي، وكانت الرؤية المصرية واضحة جدا بعدم تصفية القضية الفلسطينية ووضع خطوط حمراء امام عمليات التهجير وشرح وافي لما يحدث في قطاع غزة من أن ما يحدث ليس دفاعا عن النفس كما يؤكد نتنياهو، ولكن هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ جرائم الحرب التي ينفذها بنيامين نتنياهو. طبعا خلال هذه الفترة كان هناك اتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الألمانية من أجل الضغط على إسرائيل بشكل مباشر، وأيضا الضغط على الدول الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على نتنياهو لوقف العمليات العسكرية فورا وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات. فطبعا هذه الزيارة بتأتي أيضا في توحيد المفاهيم بين مصر وألمانيا، وهناك تطابق في وجهات النظر بالعمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية. من المعروف طبعا أن ألمانيا من الدول الهامة جدا والدول الفاعلة في دول الاتحاد الأوروبي، وأنها قادرة على التأثير على أغلب دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات حاسمة لوقف العمليات العسكرية والضغط على نتنياهو في الوقت الحالي. طبعا في مجالات أخرى عديدة طبعا تم النقاش فيها، اللي هو أهمها طبعا الملف الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وده في غاية الأهمية لأن منذ عام 2014 وألمانيا شريك أساسي في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية من خلال طبعا الطاقة والشركات الألمانية مثل شركة سيمنز والدور الكبير الذي قامت به خلال المرحلة الماضية من أجل طبعا إنشاء محطات الكهرباء في كل محافظات الجمهورية. وكذلك أيضا تحدث الرئيس الألماني أيضا عن التجربة الألمانية في المشاركة في مشروعات السكك الحديدية، في تحديث السكك الحديدية بشكل كبير، وأنه يعني ذلك بيمثل يعني إضافة كبيرة بالنسبة لألمانيا أن تكون لها مشاركة ومساهمة في هذه المشروعات، بالإضافة أيضا إلى التقدير المستمر والمتواصل من قبل ألمانيا لمشروعات القومية وجودة البنية التحتية حاليا في المشروعات التي تتحقق في مختلف محافظات الجمهورية. عايزة أسأل حضرتك أنه في ضوء هذه المعطيات أستاذ جميل عفيفي ونحن نتحدث عن الشق الاقتصادي، كيف يمكن ذلك أن يجذب المزيد من الاستثمارات، أن تكون هناك فرص استثمارية واعدة أكبر خلال الفترة القادمة على المستويين المصري وأيضا الألماني؟ هو بالتأكيد طبعا أن مصر أصبح لديها بنية أساسية تحتية قوية جدا لجذب الاستثمارات ولجذب المزيد من رجال الأعمال والشركات الألمانية خلال المرحلة المقبلة. زي ما قلت لحضرتك أن كان في ألمانيا كان ليها دور مهم جدا في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية من خلال الكهرباء، من خلال السكك الحديد، من خلال المشروعات الكبرى. طبعا في الوقت الحالي في رغبة حقيقية من ألمانيا والشركات الألمانية في التعاون مع مصر في عملية الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الهيدروجين الأخضر وأيضا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأصبحت مصر لها اتجاه كبير في عملية الاقتصاد الأخضر والاستخدام الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة. فأعتقد أن التعاون بين مصر وألمانيا في هذا الإطار من خلال جذب الشركات الألمانية إلى مصر في الوقت الحالي ده نقطة في غاية الأهمية، ونقطة يعني بترغب فيها ألمانيا وبالتأكيد ترغب فيها الدولة المصرية في الوقت الحالي. طبعا هناك مشروعات عديدة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في المشروعات القومية اللي بتتم في الوقت الحالي. إنشاء معروف طبعا أن ألمانيا تمتلك قدرات طبعا كبيرة جدا في مجال الصناعات الثقيلة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية ده من الأشياء المهمة. النقطة المهمة أيضا هو التعاون العسكري بين مصر وألمانيا والصناعات العسكرية ونقل الخبرة والصناعات العسكرية إلى الدولة المصرية ونقل التكنولوجيا. من المعروف طبعا ألمانيا كان ليها أو مصر تعاقدت مع ألمانيا على الفرقات الألمانية وأربع غواصات قدرت ان هي ترفع من تصنيف القوات البحرية المصرية بشكل كبير جدا. فالمرحلة المقبلة بالتأكيد هو الصناعات المشتركة في مجال العسكري بين مصر وألمانيا ونقل هذه الخبرة ونقل التكنولوجيا إلى الدولة المصرية. كل ده بيفيد بالتأكيد الطرفين بشكل كبير جدا مع زيادة التبادل التجاري بين الدولتين. طيب أستاذ جميل عفيفي، أيضا من ضمن الملفات المهمة جدا التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الرئيس الألماني شتاينماير هو التعاون في المجال الثقافي، في مجال التعليم بشكل خاص، وأنه في إشادة الحقيقة بمستوى المؤسسات التعليمية الألمانية الموجودة هنا في مصر، سواء على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس، وحتى أيضا يعني تحدث الرئيس الألماني عن من يتحدثون أو من يتعلمون اللغة الألمانية أن عددهم زاد جدا من المصريين، وبالتالي هناك تعاون وهناك أيضا اتفاقية سوف توقع في هذا المجال تحديدا في مجال التعليم العالي. إذن تعاون ثقافي في مجال التعليم واسع النطاق بين مصر وألمانيا، قراءتك لهذا الملف تحديدا؟ هو طبعا ملف التعليم من الملفات المهمة بالنسبة للدولة المصرية في الوقت الحالي، ومصر منفتحة على كل الدول والمدارس العالمية في مجال التعليم في الوقت الحالي. فبالتأكيد طبعا ألمانيا ليها دور مهم جدا داخل الدولة المصرية، ومصر تستفيد بشكل كبير من الجامعات الألمانية ونظام التعليم الألماني. هناك العديد من المدارس الألمانية والتجربة الألمانية تم نقلها إلى الدولة المصرية، وأيضا الجامعات مصر أيضا بتستفيد من التكنولوجيا الحديثة أو التعليم في مجال التكنولوجيا الحديثة في من الجانب الألماني. مصر أنشأت 17 جامعة تكنولوجية خلال السنوات الماضية من أجل طبعا تخريج جيل جديد قادر على مواكبة التطوير والتحديث والعلم الحديث وما يتطلبه طبعا سوق العمل خلال الفترة الحالية. فطبعا الاهتمام أيضا بنقل التجربة الألمانية في مجال التعليم في غاية الأهمية خلال الفترة المقبلة، وأيضا في الفترة الحالية مصر بتسعى بشكل كبير إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التعليم، وده اللي أكد عليه طبعا الرئيس الألماني في وأشاد أيضا بالتجربة الألمانية في نقل الخبرة، ومش في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي ولكن أيضا التعليم الفني. مصر بتستفيد بشكل كبير من التعليم الفني في من الجانب الألماني. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي، شكرا على هذه المشاركة. مجالات عديدة جمعت الدولة المصرية بالدولة الألمانية، ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي الذي شهد طفرة كبيرة خلال العقد الأخير. حرصت مصر خلال هذه الفترة على إقامة شراكات ناجحة بأهم قطاعات الاستثمار، وخصوصا في الطاقة والبنى التحتية. طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا أسست لها علاقات سياسية متينة خلال السنوات الماضية منذ تحمل الرئيس السيسي مسؤولية قيادة الدولة. مصر تعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في شتى المجالات سواء زيادة الصادرات أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر، فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وقد انعكس ذلك على حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي ارتفع خلال العام الماضي 2023 بنحو 23.6% ليصل إلى 6.8 مليار يورو، مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو في عام 2022. وجاءت ألمانيا في مقدمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديرا إلى مصر، وذلك خلال عام 2023 بقيمة واردات بلغت 4.1 مليار دولار. هذا وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين. وتتركز الأنشطة الاقتصادية الألمانية في مصر بقطاع الطاقة، وخاصة توليد الطاقة الكهربائية والتعدين والنقل والبنية التحتية، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية. هو إذن زخم كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، أصبح يركز مؤخرا على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك الهيدروجين الأخضر، لدفع عجلة الشراكة الاقتصادية الخضراء والمستدامة بين البلدين. مشاهدينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تغطية إخبارية حية وعلى الهواء مباشرة لوقائع الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس الألماني إلى مصر. قدمنا لحضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر الرئيس الألماني، وكذلك وقائع المؤتمر الصحفي للرئيسين. تحية لكم وتغطيتنا دائما متواصلة لحظة بلحظة على شاشة التلفزيون المصري.